كتبت ليك، كتبت ليك لا بيني بينك ريدة لاقي الصد غرام، كتبت ليك لا بيني بينك ريدة لاقي الصد غرام، اخترت ليك أجمل حروف قصدك فواصل نادرة في لغة الكلام، لا قصدي أله معاك بكلمات غنى لحروف ليك مرجيحة من شعر الغمام، وكتبت ليك والله يا قمر الزمان شان جيتي بزمن المحنة وشفت في عينيك حس أهل القدام، وكتبت ليك وانا جاي من زمن الشغل مرسوم على وش الثواني مظللة تتفتح الساعات سنين تتمدد الساعات سنين تتفتح الأحزان غريبة ومسهلة، واشتاق اشتاق افتش نسمة في الزمن العذاب، وأيامي من كتر الأسى وكتر العزوف والاغتراب صارت حروف مترهلة كلمات أسيفة ومهملة، وقفت ليك كتبت ليك وقفت ليك لا من لقيتك جاية في قلب الطريق، ولمحت فيك راحة المشاوير العصيبة ولفعة النسمة الرقيقة الجاية من جوف المضيق، حسيت عجائب الدنيا اتلمت بقد جاياني من عصرا سحيق، عينيك حس أطفال بنادوا القمر للغايب يعود، وجبينك الضواي حج الحبوبة في الزمن السعيد، وانا في قساوة الموحش الزمن المكارب بالحريق، انا حيلت ايه قولي لي يا قمر الزمان انا حيلت ايه غير اتكي واحلم معاك واحضن اماسي الصح والامل بالبريق، قولي لي يا قمر الزمان انا حيلت ايه غير اتكي واحلم معاك واحضن اماسي الصح والامل البريق. أستاذنا صلاح سعيد،